10,000 مشترك كان حلم بالنسبة لي، بفضل ربنا ثم بفضلكم قدرنا نوصله في أقل من 4 شهور. ايه الطعابة والحلاوة دي؟ اقسم بالله في لبن بقى كمان، في بولكينج بقى وحركات. السلام عليكم، ازيكم شباب واهلا بيكم في فيديو النهاردة. ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وعافية. مش عارف بجد اقول لكم يا جماعة، الحمد لله بفضل ربنا ثم بفضلكم طبعا وصلنا 10,000 مشترك هنا على اليوتيوب قبل 4 شهور، قبل شهر فبراير ما يكون خلص. وعلى تيك توك تقريبا احنا كسرنا 50,000 مشترك. فبجد مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه، بجد والله العظيم دعمكم ده هو اللي بيزقني لقدام وبيخليني اكمل واطلع كل اللي جوايا. امبارح كنت اول مره اقابل حد منكم في الشارع، وبجد مش فكره اتبسطت قد ايه لما شفت حد منكم، لان العالم الافتراضي لما بيتربط بالعالم الحقيقي امات. بحبكم كلكم كلكم امات. زي ما كنت وعدكم ان احنا ان شاء الله اول ما نوصل 10,000 مشترك هنا على اليوتيوب هنبتدي بالكينج فيز، وده بالفعل اللي هنعمله. انت لو عمرك شفتني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان اول ما انزل فيديو يوصلك شعار ان نزلت فيديو، تديني لايك وتكومنت اي حاجه من تحت علشان تساعد الفيديو والقناه ان هم ينتشروا. طيب، كتير منكم بيسال يعني ايه اصلا بالكينج. بالكينج جايه من كلمه بالك، بالك يعني حاجه ضخمه او حاجه كتله كبيره كده. ممكن اقول لك التليفون ده بالكي قوي، يعني تقيل قوي وكبير وبيدخل في الجيب بالعافيه. في انواع للبالكينج، بالفعل في نوعين للبالكينج للاسف الناس صنفتهم، الديرتي بالكينج والكلين بالكينج. الديرتي بالكينج هو ان البني ادم بيقول لك انا عايز اتخم، ناكل اي حاجه كده بالصلاه على النبي. انا ده الفرنش فرايز، كل دي بقى اي فاست فود من بره، المهم ان انا اكبر وفي نفس الوقت ايه شكل جسمي يبقى اكبر على التيشيرت. مش هو ده اللي احنا بنعمله يا جماعه، احنا مش بنهتم بشكل التيشيرت، لا بنهتم ب تحت التيشيرت. عشان كده احنا اللي هنعمله هيبقى حاجه اسمها كلين بالكينج. يعني ايه كلين بالكينج؟ نبتدي نرفع السعرات الحراريه بتاعتنا من سعرات العجز، لان زي ما انتم عارفين انا كنت عامل عجز في السعرات الحراريه علشان كنت بنشف، هنرفعها لفوق مستويات الثبات. وطبعا البروسيس دي هتتعمل بالتدريج واحده واحده، ان جسمك ما يحصلوش صدمه ويبتدي مره واحده يخزن دهون ويحبس ميه. طبعا ده بيختلف من بني ادم للتاني، لان زي ما انتم عارفين يا جماعه احنا انواع الاجسام بتاعتنا 3، اكتومورف، ميزومورف، واندومورف. لو عايزين نتكلم عنهم بالتفصيل قولوا لي في الكومنتس من تحت. انا شخص اكتومورف. شخص الاكتومورف اللي هو اصلا الستركتشر بتاعه او الهيكل العظمي بتاعه بيبقى صغير، مش عريض وبيبقى قصير، وفي نفس الوقت بيبقى صعب جدا ان هو يبني عضلات. الشخص ده بيختلف عن الاندومورف او الميزومورف لما بيبتدي يعمل بالكينج. انت هترفع السعرات الحراريه، طب بالنسبه للبروتين والكاربز والفاتس نبتدي نعمل فيهم ايه؟ في الاول لو لسه ما شفتش فيديو اهم 3 حاجات تعملهم قبل ما تبتدي دايت هظهره لكم الشاشه من فوق، روح شوفه دلوقتي، لان غالبا مش هتفهم اي حاجه من الكلام الجاي ده الا لما تشوف الفيديو. احنا عارفين يا جماعه ان الماكرو نيوترينتينز كاربز فاتس. البروتين انتيك في البالكينج او في الكاتنج هيبقى هو حوالي 2 جرام بروتين لكل كيلو جرام في جسمك. ده البارم لاين او ده اقل حاجه تقدر تدخلها لجسمك لو انت اثليت. انا عن نفسي بدخل 2.2 من 10، انت ممكن تدخل 2.2 او ممكن تدخل 2 جرام لكل كيلو. كاكتومورف بقى ركز معايا، كاكتومورف هتدخل 70% من سعرات البالكينج هتدخلها من النشويات. لو تفتكروا في الكاتنج كنا بندخل 40%، في البالكينج هندخل 70%. بالنسبه للدهون بقى هتبقى 10% بس. ان يا جماعه الكاربس والفاتس النشويات والدهون عاملين زي البنزين والفرامل، لو حاجه بتزيد الحاجه الثانيه بتقل، لو حاجه هتزيد الثانيه هتقل وهكذا. طبعا انت لو زودت الاثنين مع بعض هتلاقي السعرات الحراريه بتاعتك طلعت في السماء وهتلاقي نفسك بتزيد بمعدل رهيب جدا. مش هو ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين ستدي بروجرس بتزيد بواحده واحده وسنه. من الاخر كده على ماي فيتنس بال هتعمل ايه؟ هيبقى 70% نشويات، 20% بروتين اللي هي بتعادل 2.2 لكل كيلوغرام في جسمك، و10% دهون بس. طبعا الماكرو نيوترينتس هتخضكم جدا بتاعتي. انا لو تفتكروا في الكاتنج كنت باكل 1700، دلوقتي انا باكل 2700 سعره حراري. مستعدين تسمعوا السبلت؟
الكاربز 473 جرام، 473 طبعا ده رقم كبير جدا. البروتينز 135 هي والفاتس 30 جرام. بصوا ده على ماي فيتنس بال، هظهر لكم برضو الماكرو نيوترينتس دي على الشاشة. لو برضو ما شفتش الفيديو بتاع ازاي تستخدم تطبيق ماي فيتنس بال هيبقى في نفس اللينك اللي ظهر لكم من فوق، هتبقى بلاي ليست كمية فيديوهات هتبقى مترتبة ورا بعض. طيب خلينا اديكم شوية نصايح يا جماعة للبولكينج. انا بادئ بولكينج بقالي اسبوعين ويعني الى حد ما بقى عندي سنة خلفية. اول نصيحة يا جماعة، ما تعملوش السيربلس او ما تزودوش السعرات الحرارية فجأة مرة واحدة، لان جسمك هيحبس مية وهيزيد في الوزن جامد جدا. يعني خدها بالتدريج، يعني انا من 1700 رفعتها ل 2000، بعد كده 2500، بعد كده رفعتها ل 2700، واحدة واحدة وبتشوف بعينك جسمك بيحصل عليه ايه. تاني حاجة، حاول تصحى بدري جدا، لان اهم حاجة في البولكينج ان انت تدخل سعرات حرارية كتير، وانت لو صحيت بدري هتبتدي تاكل اكتر وهيبقى عندك القابلية ان انت تهضم اسرع عنه. لو صحيت طبعا الساعة 4 او الساعة 5 وابتديت تاكل، هتبقى الويندو او عدد الساعات اللي انت بتاكل فيها هتبقى صغيرة، وده مش هيبقى في صالحك. تالت حاجة، الاكلات اللي احنا بناكلها هتبقى عكس الكاتنج، هتبقى هاي كالوري دينس فود. اكل كتير السعرات الحرارية بتاعته عالية جدا، في الكاتنج كان بيبقى العكس، اكل كتير بس السعرات الحرارية بتاعته قليلة جدا. رابع حاجة، اهتموا بالكارديو، مش عشان تحرق بيه سعرات حرارية، انما الكارديو بيديلك القابلية ان انت تبتدي تاكل اكتر وبيفتح نفسك اكتر، ده بيجنب طبعا هرمون الاندورفين اللي بيحسسك بالسعادة بعد لما بتلعب الكارديو. خامس حاجة، بالنسبة للتمرين، تمرين البولكينج او تمرين الكاتنج دي هتبقى موضوع فيديو اللي جاي ان شاء الله. سادس حاجة، اهتم بالووتر انتيك بتاعك او كمية المية اللي انت بتشربها، ما تدخلش على الاقل اقل من 2 لتر في اليوم. سابع حاجة واخر حاجة، حاول ما تكترش من الكافيين، لان الكافيين زي ما انتوا عارفين يا جماعة بيعمل حاجة اسمها سبريشن او بيهبط الشهية. انا كده كده اوريدي انا واكل 500 جرام نشويات امبارح، فطبعا ان انا اشرب كافيين الصبح ده مش هتبقى مشكلة بالنسبة لي. طيب انا مش عايز اطول في الفيديو ده، انا هقوم دلوقتي اوريكم الفطار بتاعي عامل ازاي. مسلوق عليهم 4 بياض بيض وبيضتين كاملين، فطبعا زي ما انتم شايفين الكاربز في السماء. ف عملنا بيض اومليت وبعدين ناكله مع الرز. شايفين الطبق عامل ازاي؟ مش طبق اصلا، حاجه كبيره كده. الوصفات الجايه بقى ان شاء الله هيبقى فيه نوتيلا وهيبقى فيه محشي وحاجات تحفة. السعرات الحرارية بتاعت الوجبة دي هظهرها لكم على الشاشة. في مثل بيقول لك if you wanna get big you gotta eat big، عايز تكبر كل كتير. اوكي شباب كده خلصنا فيديو النهارده، يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش لو مره شفتوني تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو يوصل لكم اشعار ان انا نزلت فيديو. عايز تشتري ملابس رياضيه ممكن يستخدم كود ماجد 10 10% خصم، وماي بروتين برده في 20% خصم في الديسكربشن باكس. اخيرا اللي عايز يتابع معايا اونلاين يبعت لي رساله على الانستغرام. شكرا شباب، اشوفكم ان شاء الله الفيديوهات الجايه. بوم.